يقول إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب البعض يقول إنه لم يكن بأعلم الناس في زمنه وأن العلماء الأجلاء كانوا يصادمونه، ما ردكم على هذا الكلام؟ يا أخي، صادموا الأنبياء، صادموا نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى، ليس الشأن بالمصادمة. نعم، الأنبياء وجد من يصادمهم، ألا يكون الشيخ يوجد من يصادمه أسوة بالأنبياء؟ فما هذا، ما هو كلا، هذا كلام باطل وله دليل على أن من صادم الشيخ على حق، بل هم على باطل، وأن الشيخ على حق. نعم.